بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. والله إنه زينا زي غيرنا، يعني انقطعت المي عنا، يعطيهم العافية، بذلوا جهدهم عمال البلدية وموظفيها، حاولوا يعملوا لكن الأمطار منعتهم كثير وضايقتهم وتعبوا وشقوا، ولكن بالأخير قدروا يوصلوا المي للجميع، مع إنه الجرافات جرفت كل خطوط المياه من الـ6 إنش الحديثة الجديدة، الشبكة الجديدة للشبكة القديمة، يعني ما خلوش من الشبكة أي إشي. والله هينا من مية المطر بنحطها تحت الزينك وتحت المزاريب، بنعبي مي، بنشطف، بنجلي، على الحمام، يعني نقتصد شوي شوي. بالأخير الحمد لله بعد معاناة، يعني معاناتنا إحنا وعمال البلدية وموظفي البلدية. طبعا احنا لو بدنا نحكي عن معاناه اهل المخيم من بدايه الاقتحامات، هي معاناه نفسيه جسديه، معاناه على جميع النواحي. طبعا احنا بنعاني من تجريف الشوارع، بعد تجريف الشوارع طبعا صعوبه حركه السيارات، يعني بحربونا حتى في المياه، قطع المياه لحد الان المياه في مخيم طول كرم قاطعه، في بعض الحارات يوجد فيها مياه لكن هذه المياه ما زالت ملوثه، طبعا لانه كان في تصليح كثير للخطوط الرئيسيه. طبعا انتم بتعرفوا انه شح استخدام المياه او استخدام القليل للمياه سواء كان لاغراض شخصيه او لاغراض منزليه، هذا طبعا في النهايه معاناه للانسان. صحيح يعني اصبح الانترنت هو اساسي في كل البيوت، اساسي في العالم. بدايه الاقتحام بيكونوا معنيين جدا، قطع المياه، قطع الانترنت، وقطع ايضا الكهرباء. والله احنا كانت المي قاطعة عنا قبل 6 ايام، قبل يعني الاجتياح، بعدين ما اجى الاجتياح يعني كل 11 يوم ما فيش نقطة مي نهائيا، بعدين صرنا ربك حميد ربنا رحمنا بالمطر، صرنا نحط تحت المزرية بدلاو، بعيد عنكم بعيد عنكم، لما نفاتوا هنا والسجاد هنا عجبوا يعني مش فيش مي اغسل السجادة اصلا، بنشتري مشترى قاعدين القناني المفنترة، المية يعني صعب على كل المخيم مش على واحد لحاله، وهذه هي شو بده كل الواحد. الحمد لله الله ربنا يهون على الجميع. احنا مش احسن من اهل غزة، احنا زي ما بيعانوا هم وبنعاني احنا برضو نفس المعاناة، ولكن هم اشد معاناة منا، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله عز وجل يطلعنا من المخرج من هالمأزق اللي احنا فيه، مثل ما وعدنا بصورة الاسراء، ان شاء الله الله ييسر الامور وتكون الأمور من حل إن شاء الله بإذن واحد أحد، مش بإذننا إحنا. إحنا بنقدرش نعمل إشي، لكن الله عز وجل لا يرضى بالظلم، وهذا كله ظلم، والحمد لله رب العالمين.